هو مدرب ديال الحراس ديال الفريق الاولمبي، باقي اللاعبين هشام غوار عبد الله كتمشي مباشره عند الحارس كترجع عند الطارق كتمشي عند كاماتا والهدف الاول اللي في شباب خليفه شباب خليفه عفوا ان تمريره من عند طارق عسكري كما ذكرت ان جميع الكرات كتدوز من عند هذا اللاعب مباشره عند شاكيب كاماتا اللي كيخلص الكره كتغلط الحارس عبد الكريم برواز وكتسمح تقدم فريق شباب خليفه بهدف نصف عسكري عند الزميل سعيد المرمان على كتمشي عند اللاعب حمزه خياط ولكن عبد الكريم برواز بالمرصاد لهذه العمليه ايوب السلامي هدف لوب جميل لوب جميل ديال اللاعب حمزه السلامي وكما ذكرت ان حمزه السلامي دائما كيعود على اهداف جميله وهذا واحد من الاهداف الجميله ديال حمزه وخليكم زاوية زاوية لفائدة فريق شباب خليفة كانت كتسجل الهدف الثاني والمسجل هو اللاعب عادل جودي اللي دخل الجولة الثانية وهذه القذفة الخامسة كيجيبها في الشقة إذا دقيقة ثانية من الجولة الثانية وتقدم فريق شباب فريبكا على المدينة العليا بجوج أهداف لهدف واحد أمين محمد أمين عند حمزة ولكن تدخل جميل ديال الحارس المتأخر عند يوسف عركان من وسط الملعب اكيد عنده قذفات قويه
الفريق تعدى العدد ديال 5 ديال الاخطاء الا وكتسمح ضد اي لاعب طائر. هذا اللاعب حتى المرمى خاوي الأهداف الثلاثة لفائدة فريق المدينة العليا. إذا الكرة عند اللاعبين ديال الفريق، الكرة عند الطريق والحكم كيعلن على نهاية المقابلة وفوز مدينة العليا على شباب فريق بخمسة أهداف لثلاثة. إذا كان معكم مباشرة في قاعة وداع عمر شباخ للفجر سبور وقناة أخبار الفجر المغربية. المقابلة ديال اليوم دازت واحد مقابلة قوية جدا، لأن فريق منهزم وحنا منهزمين بجوج أول دورات. وكما قلت لكم في مدينة تطوان لأن الفريق أول مقابلة، نحاولوا نصلحوا الأخطاء اللي طرات لنا في مدينة تطوان، والحمد لله حاولنا نصلحوهم على حساب اليوم كما شفتوا في المقابلة. وخا كانوا بعض الأخطاء مازال تنزيدوا نصلحوا، لأن فريق تعاود كامل متكامل وباقي لاعبين شباب كما شفتوهم، فريق باقي شباب الحمد لله. استطعنا باش نفوزوا على هذه المقابلة، وخا الفريق الخريفقي كما كتعرفوا راه فريق كبير وعنده ألقاب، ثلاثة الألقاب، وكان متفوق علينا وحاولنا نرجعوا في المقابلة، عاوتاني كنا متفوقين ورجعوا معنا في المقابلة وتفوقوا علينا ورجعنا وفزنا في الأخير في المقابلة كما شفتوا. حاولنا نركزوا مزيان على التركيز في المقابلة باش ما تهربش علينا، والحمد لله الدراري عطاو التعليمات اللي عطيناهم الحمد لله وداروها في الملعب وحاولوا يركزوا معنا، والحمد لله فزنا بهذه المقابلة. والمقابلة ماشي سهلة لأن صعيبة شوية الحمد لله، ونوجدوا إن شاء الله المقابلة الجاية لأن عندنا ديربي ضد دينامو، لأن فريق دينامو كما شفتوا توا انهزم اليوم، وغادي تكون مقابلة قوية إن شاء الله. نتمنوا التوفيق ونبريباريو لها إن شاء الله المقابلة هذه، نحاولوا نخدموا كما زدنا خدمنا على اليوم وإن شاء الله ما يكون على خير إن شاء الله.